أبي هذيك الأيام والله لسه مخيلتك إنها هسه ولا ناسي حرف منها. أبي هذيك الطلعة يما أبي كأنها قدامي مرسومة رسم. صار اليهود يتحركشوا بالعرب، تمرق سيارة عربية يضربوها، تمرق ناس يضربوهم. أول ما كنا هلا إحنا أنا وعمتي كنا واقفين على الباب، إلا هن ضربوا اليهود باص نازل على طبرية، أخذتنا باب الدار، سفقتنا أنا وعمتي، ماتت رأساً، عمرها بيجي 40 سنة يعني مش صغيرة، بنت. وأنا تحطمت، قعدت في مستشفى الناصري 5 أشهر. إجت هاي هيئة الأمم، سكروا تمامنا فيها هاي، ليش؟ بطلنا نجيب سيرة فلسطين عاد. صار كل همنا المؤن، أنا أطلع من فلسطين، اليهود فوق راسنا، نزلوا قتل ودبح أرجع يا من منانا يما. خليها على الله، حدا بيدشر وطنه يا بنيه، لا ما حدا بيدشر وطنه.